نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا اللقاء الجميع، وأن يسددنا جميعا في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء. وإن كان من شيء أذكر به في هذه اللحظات، فإني أذكر بأمر مهم يغفل عنه كثير من الناس، وخاصة مع ما تمر به أمة الإسلام وأهل السنة خاصة من أحوال عصيبة وفتن مدلهمة، والمكر الكبار من أعداء الدين والملة من يهود وصليبيين وغيرهم من ملل الكفر. وكذلك يشاركهم في هذا المكر الكبار أهل البدع من المنتسبين إلى الإسلام، إن مما لا شك فيه أنهم يلهثون وراء تحقيق هدف رئيس، وهو زعزعة اعتقاد أهل السنة والجماعة في نفوس الأمة، وبالتالي النيل من عقيدتها وأخلاقها وأمنها وإيمانها، وما يترتب على هذا من بث الشبه حول الوحيين الشريفين الكتاب والسنة، مع التشكيك لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى والدين، مع إحداث الشروخ والصدوع في جسد هذه الأمة وبين أبنائها، وبث روح الفرقة والتفرق المذموم، مع الخروج عن طاعة الله جل وعلا والفسوق. ولا شك أن هذه الفتن التي يرقق بعضها بعضا لا عصمة للمرء من الخلاص منها وعدم الوقوع في حبائل أصحابها إلا بالاعتصام والتمسك بالوحيين والعض بالنواجذ على منهاج النبوة المعصوم، والسير في ركاب صحبه عليه الصلاة والسلام الكرام. وإن مما لا شك فيه أن من أعظم أسباب وقوع الفتن والعياذ بالله هو بعد الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهجر طريقة ومسلك أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم من سلف الأمة الصالحين. والفتن جمع فتنة، والفتنة في أصلها الامتحان والاختبار، ثم استعملت بعد ذلك فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك، كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. الفتن أيها الأحبة
خطيرة جدا ومهلكة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو أو هو؟ قال: القتل. نعم أيها الأحبة، ولهذا جاء الحث منه عليه الصلاة والسلام بضرورة أن يكون المرء بعيدا عن الفتن وأن يشتغل بما ينفعه. فقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وفي لفظ عند أحمد: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. وفي لفظ عند أحمد أيضا: العمل في الهرج كهجرة إلي. وقد سبق قبل قليل أن ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: يتقارب الزمان، ثم قال: ويتظهر الفتن ويكثر الهرج. ثم بين عليه الصلاة والسلام المراد بالهرج وهو القتل، القتل المتولد من الفتنة والتناحر وفشو الفوضى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: كهجرة إلي، أي العبادة في الهرج كهجرة إلي، قال ابن العربي رحمه الله في العارضة: ووجه تمثيله بالهجرة أن الزمان الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله، فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة، وهو أحد أقسام الهجرة. انتهى كلامه رحمه الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشبه العابد لربه في وقت الهرج والفتنة المهاجر إليه فرارا بدينه. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية، ف
فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لأوامره مجتنبا لنواهيه كما قاله الإمام ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف. وهذا الأمر أيها الأحبة الوارد في هذا الحديث ليس مقتصرا على زمن معين، إنما هو عام في سائر الأزمنة، إذ هو مربوط بسبب وهو الفتنة والهرج أي القتل. فمن رام النجاة فليسلك هذا السبيل. ومن أعظم ما يكون في هذا الباب عدم الاستشراف للفتن لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي مضى، فتكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، ومن يشرك لها أن يتطلع لأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها فاستشرفه أي تهلكه بأن يشرف على الهلاك. والمعنى كما قال الحافظ رحمه الله: يريد من انتصب لها انتصبت له، ومن أعرض عنها أعرضت عنه. وحاصله أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها، قابلته بشرها، نعوذ بالله. ولا شك أيها الإخوة أن الفتن نسأل الله العافية والسلامة فيها شر كثير وكبير، نعوذ بالله من الفتن وأهلها. من الأمور المهمة أيضا لمن رأى رام السلامة أن يكون جادا بالضراعة إلى الله وصدق اللجأ إليه والتوبة لله جل وعلا. وكما مر فإن من أسباب وقوع الفتن البعد عن الكتاب والسنة، ومن ذلك أيضا المخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولحديث معقل رضي الله عنه الذي مضى أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فالفتن تولد اختلاط الأمور بين الناس، ومعلوم أن الناس في وقت الفتن ينشغلون ويشتغلون بما لا ينفعهم ولا يعود لهم بالخير، ينشغلون عن العبادة ويغفلون عنها، ولا يتفرغ لها إلا الأفراد القلائل من الناس، كما قاله الحافظ النووي رحمه الله. كذلك من الأمور المهمة في هذا الباب الكف والمجاهدة، الكف والمجاهدة عن مقارفة المعاصي، والقيام بما أوجب الله على المرء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله جل وعلا لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولا شك أيها الإخوة أن من أعظم أسباب ظهور الفتن مقارفة المعاصي والفساد في الأرض مع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعظم ما المعاصي على الإطلاق الشرك بالله جل وعلا، ثم الابتداع في دين الله وشرع ما لم يأذن به الله جل وعلا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
القيام بهذا الأمر واجب عظيم، فليجاهد المرء نفسه وليحرص كل الحرص عن البعد والابتعاد عن مقارفة المعاصي والإكثار من التوبة والأوبة إلى الله والقيام بطاعته. كذلك من الأمور المهمة في هذا الباب التي يجب أن تعرف، المرء يجب عليه السني أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم وأن لا يشق عصا من طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا ذلك ومحذرا منه كما في حديث العرباض: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث. وقبله قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلاف الحديث. فإن في الخروج على ولاة أمور المسلمين شر عظيم مستطير، كما قرر ذلك أئمة الإسلام سلفا وخلفا. وذلك أيها الإخوة من الأمور المهمة جدا في هذا الباب العصمة من الوقوع في الفتن بإذن الله: التزود بالعلم الصحيح وعدم الخوض فيها بجهل. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي لفظ: أن يقل العلم ويكثر الجهل. وفي الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. ومن الأمور المهمات في مثل هذا المقام أيضا لزوم غرز العلماء من أئمة الدين وعلماء الإسلام وترك مخالفتهم، فإن في ذلك الخير الكثير. فإن ارتباط الأمة بعلمائها الربانيين دليل على سلامتهم من الوقوع في هذه الفتن بإذن الله تعالى. ذلك أن العلماء هم ورثة الأنبياء، كما جاء ذلك الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره، وهو حديث حسن. فلهم من الحقوق مثل ما لمورثهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة شارحا هذا الحديث العظيم، قال: وفيه أمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين، كما هو ثابت لمورثهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومحاربة لله، فما هو في موروثهم. قال علي رضي الله عنه: محبة العلماء دين يدان به. انتهى كلامه رحمه الله. وعند ابن أبي شيبة في المصنف قال عليه الصلاة والسلام: مثل العلماء مثل النجوم في السماء، مثل العلماء مثل النجوم التي يهتدى بها،
والأعلام التي يقتدى بها إذا تغيبت عنهم تحيروا وإذا تركوها ضلوا وإذا تركوها ضلوا. فلا زالت الناس بخير وعلى خير، ما أخذوا العلم ولزموا غرز علمائهم وسلكوا سبيلهم، والدعوة إلى ذلك لا تعني التقديس كما يفهم ذلك من لا خلاق له، إنما المراد به الاحترام والإجلال والتوقير والاحترام كما مر معنا. ولهذا لما ناظر عبد الله بن عباس من الخوارج في مناظرته الشهيرة كان أن مما استدل به على ضلال هؤلاء قال: وانظروا ليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم منهم أحد. وهو كذلك، أي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس معكم أحد منهم، فلم لا تراجعون أنفسكم وتتهمون أفهامكم وتراجعوا هذا الموقف الذي أنتم عليه والفتنة التي ولدتموها؟ فراجعوا أنفسكم وانظروا ليس فيكم منهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا أيها الإخوة، إن من لزم غرس أهل العلم بحق وصدق فاز وأمن بإذن الله تعالى، فهم حملة الشريعة وحراس الملة، يقولون بالحق وبه يعدلون، يتوخون الصواب ويبحثون عنه ويرغبون في إصابته ويستفرغون الوسع والطاقة في القيام به وبيانه للناس. فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى كل حال، هذه جملة مما رغبت أن أذكر به وأن أرشد إليه، فالتزود بالعلم وممارسة الفهم الصحيح فيه ولزوم غرس العلماء أمر في غاية من الأهمية في مثل هذه الأوقات. وكما مر حديث يتقارب الزمان وينقص العمل، الحديث عند البخاري ومسلم وفي لفظ عند مسلم وينقص العلم، فاظفر بهذه الأمور وسلك بها وسلك فيها السبيل القويم، تكن من الفالحين بإذن الله تعالى. وانتبه يا عبد الله، وانتبه من أن تغفل عما أرشدك إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على العبادة في مثل هذه الأوقات وبيان فضلها في مثل هذه الأوقات، أعني في أوقات الفتن. فاسأل ربك اللطف والسلامة، وأكثر من الضراعة إليه، وانكب بالبكاء بين يديه، واسأله اللطف والسلامة والعفو والاستقامة، كما قال الإمام لبطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: فرحم الله عبدا آثر السلامة ولزم الاستقامة وسلك الجادة وسلك الجادة الواضحة والسواد الأعظم، ونبذ الغلط والاستعلاء، وترك الخوض والمراء والدخول فيما يضر بدينه والدنيا بدينه والدنيا. ولعله أيضا مع هذا لا يسلم من فتنة الشهوة والهوى. انتهى كلامه رحمه الله. العبادة أيها الإخوة لها منافع كبرى وعديدة، من ذلك أن تقوم بما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام حثك عليه في حين انشغال الناس وغفلتهم بالفتن والشهوات،
ما يدل على غفلة الناس في أوقات فيستحب للعبد فيها أن يكون قريبا من ربه ومولاه ذاكرا وتاليا للقرآن، ما جاء عند الترمذي وغيره وصححه الألباني من حديث عمرو بن عبسة أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ولا شك أيها الإخوة أن الليل وبخاصة في آخره وقت غفلة الناس وخلودهم إلى النوم، العبادة تستدفع بها المصائب والمضار والفتن، لأن من أعظم أسباب الفتن الذنوب كما مر، فإن تاب أصحابها واستغفروا ربهم وفروا إليه بالعبادة وذكروه وتضرعوا إليه نجاهم ووقاهم. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عند البخاري أن عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه عليه الصلاة والسلام، لكي يصلينا، رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح في الحديث: الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة، لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له، وبالله التوفيق. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وأن يرزقنا الفقه في الدين، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم ونفع بكم وبعلمكم وجعلكم مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أتسمحون بالسؤال شيخنا؟ سؤال واحد. طيب، جاءت عدة أسئلة في أمر الهجرة، كثير من الإخوة يقولون ضعفت همتهم في الهجرة وكيف يحافظون على دينهم وهم مهملون لهذه العبادة العظيمة، بارك الله فيكم. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا شك أن الهجرة أيضا هي عبادة من العبادات الشرعية التي جاءت بها النصوص في الكتاب والسنة، ومنها ما مر معنا من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه. وبما أن الأمر كذلك، فربما من كثرة ما يقارفه الإنسان أو يراه أو يعايشه ويلحظه في بعض هذه البلاد يستمرئ الأمر ويهون عنده قيامه بهذه الطاعة وتحديث النفس بها، كما هو حال بعض المسلمين في بعض الأقطار من التهاون في بعض الطاعات كأداء الصلاة مثلا جماعة، أو القيام بحقوق الجار، أو القيام بحق الأولاد أو الزوجة من التربية والعناية
وتقوى الله فيهم والقيام بحق الله فيهم ونحو ذلك. فخذ هذا كما قرر أئمة السنة قاعدة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما ارتقى العبد وتقرب إلى الله بالطاعات وجاهد نفسه للقيام بها حق القيام، ارتفع هذا الأمر في قلبه وسويداء قلبه، وحدث نفسه بتحقيق هذه العبادة العظيمة متى ما تيسر له. وكلما ضعف ذلك الوازع في القلب ضعف تحديث النفس بها، وبذلك تكاسلت النفس على القيام وتحديث النفس بالقيام بهذه الطاعة المباركة العظيمة. إذن العلاج لهذا بوجوب الأوبة إلى الله والمسارعة في الخيرات والقيام ما أوجب الله على المرء. فإننا في زمن عظيم غريب، الإسلام فيه غريب وأهله أشد الناس غربة، يحتاج المرء فيه إلى أن يجاهد نفسه جهادا عظيما ليقوم بحق الله جل وعلا في نفسه وفي أهله. هذا الذي يجب أن يكون عليه المرء دائما وأبدا. فنسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالفقه في الدين. آمين. إن ربنا سميع الدعاء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وتقبل منكم هذه الكلمات الطيبة. آمين. حفظكم الله شيخنا. حياك الله. يحييكم الله. حياكم وحفظكم. بلغ الإخوة السلام. حياكم. آمين آمين. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.